السلام، je me présente. أنا صادق الوافي، منظمة الوطنية الطفولة التونسية المصايف وجوالات. جوست أن بتيت أبرسو، المنظمة هذه راهي موجودة من عام 47. الأهداف نتاعها هي حماية الطفولة من خطر بيئة ثالثة وتأطير الشباب. حبيت نقول في إطار كون عندنا تأطير الشباب، عندنا بإذن الله دورة تكوينية، قلت ربي باش تصير من لو 27 حتى كش 3 مارس في وحدة مبيت والمطعم بالمركز القطاعي للتكوين بالمرنقية. دونك الدورة التكوينية هذه أونسادريس للشباب الكل اللي ما بين اللي فوق 18 واللي عندهم تروازيام سكوندير فما فوق وإلا بي تي بي أونكور فما أكثر، هذوما الكل ينجموا يشاركوا معنا. الدورة هذه بقدرة ربي باش تكون معناتها ديبلومونت، باش يكون عنده أن ديبلوم دانيماتور أونيت. ماذا بينا لو كان أكثر عدد من الشباب يشارك فيها. نحن المنظمة الوطنية الطفولة التونسية المصايف وجوالات المكتب جهة منوبة، نرحبوا بالناس الكل باش يجيو بحذانا. لانفو لاين نتاعنا سي انيس العياري ريسبونسابل ريسورس من نتاعنا 98 955 975. نعاود 98 955 975، والا سي صابر رياح 52 26 32 07، 52 26 32 07. مرحبا بكم الناس الكل وبارك الله فيكم.